من حصتنا اليوم نحكي اتحاد تطاوين باخر اخبار الفريق، خصوصا بعد اقاله المدرب محمد علي المعالج. باش ناخذ تفاصيل هذه الاقاله الساعه من استقاله من عند السيد عكرمة الفضيلي رئيس النادي، وشكون البديل باش يكون في الفريق؟ سي عكرمة اهلا بك. اهلا وسهلا بك واهلا بالساده المستمعين ان شاء الله. مرحبا بك، شنو امورك وشنو امور الاتحاد؟ امور الاتحاد على العال، وفي نفس الوقت في ماهوش على العال، في معنا في الزوزون باراليل زوزا على العال. من ناحيه الاستعدادات الفريق مع الواقع عملنا خطوات باهيه اسمها من ناحيه الانتدابات، من ناحيه التحضير للموسم معنا تحضير جيد، المقابلات وديه استعجاف الواقع معنا بالنسبه للموسم هذا يعتبر موسم معنا ممتاز ومتميز، ولكن امورنا معنا مش على العال من ناحيه الماديه، ولينا في ضائقه ماديه تهدد الواقع كل ما حضرنا تحضير كبير من ملاعبيه وكذا، ولكن ضائقه الماليه معنا اصبحت تهدد بصفه رسميه معنا اللي عملناها كلها. طبعا وقت نحكي على ضائقه معناها عندنا الاتفاقيه نتاع اللي طابت معناها طول تم معناها معنا نقول احنا تفعيلها رغم الاتصالات المتكرره مع السيد الوالي مع الـ مع الـ مع الليتاب. نعرفوا احنا حاسين بالوضع اللي قاعد يصير على البلاد معنا متفقين، ولكن البلاد الحمد لله تستقيم مع ثم علاش معنا نوخروا في تفعيل الاتفاقيه. الامور الحمد لله ان شاء الله الامور تمشي مرقله، دونك معناها هذا ولا يهدد حقيقه ولا يهددنا بهدد معناها اللي كل بنيناه في الاتحاد الرياضي بالتطوير، وهذه معناها حبيت الواقع نقولها، ولان اللمبه الحمراء شعلت بالنسبه للاتحاد الرياضي بالتطوير. كما حكيت لك بالنسبه للاتحاد المفنيين لا باس، معناها عملنا انتدابات باهيه متميزه اسماء عندها وزنها. بون صحيح جت الاشكاليه تاع المدرب اللي بالمناسبه هذه نحب نحييه على اللي قام به الاتحاد الرياضي بالتطوير. هو المدرب شنو صار مع المدرب محمد علي معالج؟ والله صار هو شوف باش نكون معك واضح، ما ثماش اقاله، ما بقاش اقاله باش نكون معك واضح. هو الغالب لا هو معناها ثم معناها من الطرفين معناها ما لان ما وقعناش، لان سي محمد أنا رجل معناها متميز ورجل خدم الاتحاد الرياضي بالتطوين وتعب في 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 التحضير معناها بكلمة الحق للشخص هذا خدام بيتم على كلمة الله غالب صار ربما منقولوا سوء تفاهم معناها خلى زوج الطرفين تصير قطيعة بالتراضي وباحترام جديد جدا. ديما هذه عادة التطوين ديما عمر نقيل المدربين إلا معناها ما صارتش بكل وقت، ديما المدرب نتاعنا اللي خدم التطوير ديما ياخذ من الباب الكبير. هو الغريب ان قبل حتى انطلاق الموسم معناها ما نقوم باش نقولوا النتائج ما مشاتش ولا حاجه، تقريبا انتم رابع ولا خامس فريق معناها في بطولتنا يقيل المدرب قبل انطلاق الموسم. قبل الواحد انا غير مقترف معناها الهاجس نتاع البطوله ديما يبقى في هي المديره، ماذا بيا تبدا الكيب نتاعها ديما حاضر، ما فيش اي معناها اي ثغره. وهاك اللي يخلي الانسان معناها وخاصه نجي الواقع السنه احنا كاتحاد تطوين اللي ربما بدرنا بكري بالتمرين نتاعنا من اول جويليا بطلت البطوله برشا نظرا للجائحه اللي مرت على البلاد ان شاء الله الحمد لله بتنسي تبقى ان شاء الله تخرج علينا من تونس نهائيا وعلى الدول العربيه كله والاسلاميه، معناها هذيك طولت ياسر وخلت معناها برشا حاجات معناها تقلق معناها حتى العبد يقلق هو على طول. لو كان جد البطوله في وقتها ربما ما كانش يصير الشيء هذا الوقت، ولكن البطوله ايوه شكون ما عنديش برشا وقت رئيس حابين ناخذوك قبل، يبدو انك كنت في مكالمه انت. شكون البديل؟ شكون البديل؟ والله ما عندناش بديل، توعدنا اسماء موجوده معنا على الطاوله قاعدين الخيان في الهيئه المديره كل ندرته بها من جميع جوانبها واللي هي معناها تناسب الاتحاد الرياضي بالتطوين فنيا وماديا طبعا في حتى النقاش. وان شاء الله معناها ان شاء الله اليوم غدوا على اقصى تقدير، غدوا اليوم اللاعبيه كملوا ستاج نتاعهم، اجلنا المقابله نتاع بنزرت نظرا للظروف اللي صارت الاتحاد التطوين، غدوا اللاعبيه يحضروا الراحه ان شاء الله بيحاولها قبل ندخل التمرين نتاعنا نهار الجمعه، يكون ان شاء الله يا رب يكون المدرب معنا موجود متواجد معنا وياخذ المشعل من جديد. الناس الذين نحب نعاود شكري للسي محمد علي المعالج واللي تعرف اللي معاه، وان شاء الله يا رب يوفقه هو في مسيرته وان شاء الله رب يوفقنا احنا زاد في مسيرتنا. هو الكلام اللي تعب زاد فهمتي لا تحس باتحاد تطوين بالفعل معنا بدينا نخلقوا بدينا معناها ما خممنا حتى على الاستقاله الواقع ما عادش نجموا ما نقعدوش احنا طول البطوله مثلا على ثلاثة اسابيع مستحقات
مستحقات ملعبية ومستحقات نزر ومستحقات ناس لفرنتار الثانية صبرناهم بما فيه الكفاية، ولكن جيلي طبعا أنا زاد التعب معنا من خلال الإذاعة ماذا بينا يسرعوا بتفعيل هاي الأمور ما هيش باش تمشي باية في الاتحاد الرياضي بتطوين نظرا ناس مستحقات معناها إذا ما تدفع قبل الـ قبل الـ قبل ضربة البداية، لأن مهم جدا باش نجموا نحققوا نتائج باية. الملاعبية بتعرف ما تتحرك إلا بالفلوس، والفرنسا ما تتحرك، الحياة كلها ما تتحرك إلا بالفلوس. بالطبيعة رئيس الكلام على حمادي الدو نجم نقولوا هو الأقرب اليوم لقيادة النادي؟ لا لا مازال ما ثم حد شيء صحيح. صحيح وقع الاتصال في حمادي الدو مباشرة، حكوا معاه في توفيق ونائب رئيس وفي نبيل اللي حطوه كيف نائب رئيس والمسؤول الاول على فريق الاكابر، ولكن ما ثم شيء معناه وقع حتى الاتصال بسي عفوان الغربي جبل الغربي اللي قبل دعم واتصلنا بنود ثلاثة اخرين مدربين. اعطينا شوية اسماء، اعطينا اسماء رئيس. والله يخليهم يا سي اسلام انت رسبي وهنا انا اعطيتك زوج اسماء تنفية وثم اسماء اخرى خليهم هكاك ان شاء الله يا ربي غدوة ينفسوا في الموضوع هذاي، وان شاء الله اللي بيجي يكون خير للاتحاد الرياضي، وان شاء الله يا ربي يعمل يوفقنا ربي في البطولة هذه ان شاء الله رئيس. ماذا بينا اللي باش تختاروه يكمل الموسم مهما تكون النتائج؟ اختارنا من الاقاليات ان شاء الله. اسمع احنا والله اسمع عندنا وليدات ممتازين بالنسبه للثنين، عندنا ملاعبيه الواقع اخلاقا وخلقا وفن وكرويين معنا موجودين في الاتحاد التطوين، حتى الانتدابات الواقع اثنين عملنا انتدابات نقول لك 85% مدروسه دراسه جيده. طبعا ما ثماش الكمال الا لله معنا 100% مستحيل، لان لابد تاخذ الاخطاء، ولكن خير من العملون اسماء باهيه كيف نذكر اسماء اللي عندنا معنا ثامر الصالحي شهاب الصالحي عطيه اسمه البكوش حسام اللواتي سعد الخميسي الموريتاني لاعب دولي برشا اسماء معنا كبيره سابق الطوج معنا بالحساب اسمه الارير جوش اسمه براجح معنا كما نقولوا بو عبيد معنا يمين معنا صمام الامام للشير اليمين الوسط الميدان حفظنا جبنا ادامس لاعب عندما يقول بروحه امباي موجود غسان خلفه معنا عندنا اسماء اسمه احمد الهمام في وسط الميدان حسام اللواتي معنا اللي قيمه ثابته في وسط الميدان تاع الاتحاد الرياضي بالتطوين عندنا اسماء كبيره وعندنا الرواق الرواق نتاع الترجي الرياضي التونسي اللي خذينها اعاره مؤمن الرحمن وان شاء الله بفقها وان شاء الله يستر البلاد كلها وربي يحفظنا ويحفظك ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحة، شكرا لك سي عكرمة الفضالي رئيس اتحاد التوين. حابين تكون مسافحة أطول من هكا كما قلت ما حصلناش عليك في بداية الحصة. على كل بالتوفيق اتحاد التوين، هكا نكملوا في البلاي اليوم. شكرا علي باشا في الإخراج، تقوى مديوني في الإخراج الرقمي، أجمل تحيات إسلام المدب.